أهلا بكم في قناة العالمي منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2022-2023، الترم الأول، الوحدة الأولى، المفهوم الأول، التكيف والبقاء، الدرس الثاني، طرق التكيف. حرباء النمر. طرق التكيف حرباء النمر: 1- يغطي جسمها حراشيف ملونة لامعة بتساعدها على التخفي وسط الأشجار، يبقى الحراشيف بتاعت حرباء النمر ملونة ولامعة، تعمل ايه؟ بتساعدها على التخفي وسط الشجر. 2- لها أقدام على شكل حرف V تلتصق بها في فروع وجذور الأشجار للسير. الأقدام بتاعت حرباء النمر بتكون على شكل حرف V، بتساعدها على انها تمسك في فروع وجذور الشجر للصير. 3- الذيل، تستخدمها في التقاط الاشياء. الذيل بتاعت حرباء النمل تستخدمها في امساك الاشياء. 4- العينان، تحرك العينين في اتجاهين وتحرك كل عين في اتجاه مما يساعدها على الصير. 5- الجسم والفم، تغير ألوان حراشفها وتنفخ جسمها وفمها عند الخطر لتخيف الأعداء. يبقى الجسم والفم بتاع حرباء النمر بتغير لون الحراشيف بتاعتها وبتنفخ جسمها وفمها عندما تحس بالخطر. ليه؟ عشان تخوف الأعداء. التكيف في النباتات: 1- تنمو النباتات في كل مكان تصل إليه الشمس حتى في قاع الجليد اللي هو الثلج. يبقى النباتات بتنمو في كل مكان الشمس توصل لي. 2- توجد غابات السافانا في جنوب أفريقيا حيث درجة الحرارة المعتدلة وقلة المياه. غابات السافانا دي موجودة في جنوب أفريقيا ليه؟ عشان درجة الحرارة بتاعتها معتدلة وعشان المياه قليلة هناك. 3- تتعرض هذه النباتات للعطش بسبب الجفاف لأقصر من نصف فصول السنة. النباتات دي بتتعرض للعطش عشان الجفاف الموجود هناك فأقصر من نصف فصول السنة. 4- لا تتحمل هذه النباتات الجفاف ما عدا شجرة الصنت المظلي التي تتحمل الجفاف. شجرة الصنت المظلي. طرق التكيف: 1- الأوراق الصغيرة على قمة الشجرة بتعمل ايه؟ بتحتفظ المياه. 2- جذور وتدية طويلة تصل إلى 35 متر للوصول إلى الماء وتخزينه. الجذور والتدية الطويلة بتساعد على الوصول إلى الماء وتخزنه. 3- الجذع والساق، ده بيخزن المياه. 4- الارتفاع الشديد للشجرة والشوك، بتمنع حيوانات من أكلها ما عدا الزرافة عشان الزرافة طويلة. 5- تفرز الأوراق سمًا ورائحة كريهة. يبقى الأوراق بتخرج سمًا ورائحة كريهة، بتعمل ايه؟ بتمنع الحيوانات من أكلها. شجرة الكبوك. 1- تنمو في غابات الأمازون المطيرة في البرازيل. 2- يصل طولها إلى أكثر من 70 متر. شجرة الكبوك دي بتنمو في غابات الأمازون الموجودة في دولة البرازيل وطولها أكثر من 70 متر. طرق التكيف: 1- أوراقها لها عروق شبكية تشبه راحة اليد لتسمح بمرور الرياح والهواء من خلالها. 2- تنشر عبير أزهارها اللي هو رائحة أزهارها ليه؟ لتجذب الخفافيش نحوها. 3- لها جذور قوية داعمة تنمو إلى أعلى تثبيت الشجرة في الأرض الطينية والرملية. يبقى شجرة الكبوك دي الجذور بتاعتها قوية داعمة بتنمو إلى أعلى ليه؟ عشان تثبت الشجرة في الأرض سواء كانت طينية أو رملية. أمثلة لتكيف بعض النباتات: 1- شجرة المنجروف
لها جذور طويلة تساعدها على مقاومة الأمواج. الجذور بتاعت شجرة المنجروف طويلة زي ما انتوا شايفين في الصورة، ليه؟ عشان تساعدها على مقاومة الأمواج. 2 زنبق الماء زهرة اللوتس، أوراقها عريضة أعلى الماء لتمتص ضوء الشمس. الأوراق بتاعت زنبق الماء أو زهرة اللوتس عريضة عشان تمتص ضوء الشمس. 3 النخلة لها جذور طويلة للوصول للماء والصمود أمام مقاومة الرياح الشديدة. يبقى النخلة الجذور بتاعتها طويلة عشان توصل للمية وتقاوم الرياح الشديدة. 4 شجرة الصنبور فروعها قصيرة ولها أشواك حتى لا تفقد الماء. شجرة الصنبور الفروع بتاعتها قصيرة ولها شوك عشان تحتفظ بالماء ومتفقدهوش. 5 التين الشوكي تقصر الأشواك على أوراقها لتمنع الحيوانات من أكلها. يبقى التين الشوكي الأشواك بتكتر على الورق بتاعها عشان تمنع الحيوانات من أكلها. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد.